مو فلوكس بيسان وأنس لانا ولينو نورمار اجتمعوا مبارحة ببيت مو لتصوير فيديوهات جديدة مع بعض من بعد انقطاعهم عن التصوير مع بعض لعدة أيام. فمو فلوكس ما ظهر مع اليوتيوبرز العرب لفترة جدا طويلة وخاصة مع نارين بيوتي، والسبب ممكن يكون سفراتهم الأخيرة. فبوقت تواجد نارين بيوتي بدبي تواجد مو فلوكس بالأردن، وبوقت تواجد مو بدبي تواجدت نارين بقطر قبل يومين، وبانتظار تصويرهم مع بعض في الأيام المقبلة. شفنا عودة أنس وبيسان مع بعض قبل يومين من بعد ما رجع أنس لدبي، فتواجد قبل فترة طويلة بالأردن وفلسطين، وشاركا عدة ستوريهات مع بعض من دبي بعد وصول أنس. داول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي هالفيديو لزوج خالة بيسان من لايف على انستغرام، واللي كشف من خلاله حقيقة خطوبة أنس وبيسان قريبا جدا. نظام مخطوبة لأنس ايه لا يعني بابا لسه ما خطبوا نظامي، بس يعني رح يعني نص هيك شيء. فريق بابا نابولي ومن بعد انقطاع عن التصوير مع بعض فيديوهات على اليوتيوب كشفوا من خلال ستوريهات انستغرام عن عودتهم مع بعض ليوتيوب قريبا جدا، حيث شاركوا كواليس تصوير الفيديوهات على انستغرام. يلا فريق يلا صورة 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 واحدة صورة 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 على سريع. تعال يوسف تعال برو بسان مغطي عليك. أنا هذا مغطي عليك. بين أنا الكيس. يلا شارك غيث مروان وأسامة مروى خبر حزين مع موت مع المتابعين، واللي كان خبر عودتهم لدبي ومغادرتهم لقطر من بعد ما تواجدوا هناك لعدة أيام برفقة كل من نور ستارت ونارين وشيرين وأنس وأصالة وبيكي وحسين بن محفوظ وأحمد النشيط. جايز خبر محزن، طالعين من قطر هلأ. والله كثير انبسطت بصراحة. سوينا أشياء أكشن كتير. أوه يس يس يس، مبارح كان أكشن وقبله yes. ويوم التصوير كان كثير أكشن yeah. فترقبوا تقول يس يا زلمة فاصلة حس حالي أنس واو أوه واو أوه ماي جاد. أما أنس وأصالة أيضا فغادروا قطر اليوم، ونارين بيوتي أيضا ودعت شيرين اللي غادرت قبلها قطر متجهة للسويد لتركب نارين الطائرة وترجع لدبي، وشاركت هالصورة فور وصولها. فالشيرين غادرت للسويد لحضور حفل تخرج أختها سيدرا، واللي أقاموا احتفال كتير كبير هناك، وفاجأت سيدرا بحضورها. أثارت الجدل نور ستارز قبل يومين بتصريحاتها ضمن برنامج Get Real with Carol، حيث أعلنت رسميا عن صلحها مع نارين بيوتي ونهاية الخلاف بينهم ولقائهم بدبي قبل فترة، وأعلنت أيضا عن صلحها مع غيث مروان من بعد اعتذاره لها، وكشفت أنه هو البرتقال حسب طريقة تلميحها. وحكت أيضا عن حقيقة علاقتها مع كريم، حيث كشفت أنه يعد صديق لحد الآن، ولمحت عن إمكانية أنه يجمعهم القدر بعد فترة ويعلن عن خطوبتهم قريبا جدا. وعن حديثها عن موضوع إمكانية اجتماع نارين ونور ستارز بفيديو واحد، اتساءل الجمهور عن ليش ما ردوا الفولو لبعض على انستغرام وليش تابعت نور ستارز فقط شيرين. فالظاهر أنه نارين ونور محبين تجمعهم علاقة السوشيال ميديا، ويفضلوا تكون صداقتهم خارج المواقع لتفادي كل المشاكل. والفولو المتبادل بين شيرين ونور كان للإعلان عن الصلح للجمهور رسميا قبل نزول مقابلة نور مع كارول. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.